عندما تسلم رامي حمد إدارة مزرعة الرواب هذه عام 2010، كان إنتاج البقرة اليومي في شهور الصيف لا يزيد على 17 لتراً. لكن حمد أعاد تصميم الحظائر واستخدم مكيفات الهواء، فزاد الإنتاج اليومي للبقرة الواحدة من الحليب إلى 27 لتراً. وتستخدم المزرعة 600 جهاز لتبريد الهواء في 34 حظيرة للأبقار، كما تعتمد أحياناً على مظلات واقية من أشعة الشمس في حظائر العجول. هذه المساكن سقفها مرتفع، لذلك تحتاج إلى نحو 16 مبرداً. التصميم الجديد الذي وضعناه سقفه منخفض كي يتم تبريده في وقت أقل. لكن أهم ابتكارات رامي حتى الآن هو تزويد 84 ممراً بين الحظائر والأجنحة المخصصة لحلب الأبقار برشاشات للمياه، لتستمتع فيها الماشية بحمام بارد يخفف عنها حرارة الطقس. كلها مزودة بأجهزة استشعار للحركة، بحيث نقتصد في استهلاك الماء. عندما تمر البقرة تحت شعاع الليزر تعمل رشاشات المياه، ثم تبرد حركة الهواء أجسامها. هذه فكرة بسيطة. مزرعة الرواب لتربية الأبقار وإنتاج الحليب في دبي تضم أكثر من 10,000 بقرة، منها 7,000 منتجة للحليب بمعدل سنوي يصل إلى 9,000 لتر لكل رأس، أي بزيادة قدرها 1,000 لتر بعد استخدام المكيفات.